السلام عليكم. هحاول ألخص اللي احنا خدناه في اللابات الجرافيكس لحد دلوقتي، خصوصا آخر لابين بتوع ال 3D drawing والانيميشن. بعتذر عن صوتي عشان عندي احتقان، ان شاء الله مش كورونا يعني. بسم الله. الأول كده اللي احنا خدناه في اللاب اللي فات، حاجة كده احنا خدناها مهمة، هي انه كان عند احنا ال 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 السين بتاعي عشان يترسم على السكرين بيمر بكذا مرحلة، اهمهم هي الفيرتكس شيدر والفريجمنت شيدر. الفيرتكس شيدر هي الشيدر المسؤول عن الفيرتسيز نفسها والاتريبيوتس بتاعت الفيرتسيز، فبياخد الاتريبيوتس بتاعت الفيرتكس بياخدهم كانبوت وبيخرج داتا للفريجمنت شيدر. الفريجمنت شيدر هو المسؤول عن الالوان، فبيخرج كاوتبوت الار جي بي للسكرين عشان تطبع السين. تمام كده. طيب قبل ما نبدا في الكونتنت لازم نعرف شويه حاجات. ايه هي؟ اول حاجه، كل اوبجكت عباره عن فيرتكس. كل اوبجكت عباره عن فيرتكس يعني ايه؟ هنبدا يعني هنقول الكلمه دي، هنشرح في بلندر. بلندر ده برنامج 3D موديلنج وانيميشن، في زيه كتير يعني، مايا و3 دي ماكس وكده. طيب دلوقتي انا معايا بلينة اهي عبارة عن 4 vertices، 1 2 3 4. تمام، كونت الاربع vertices دول كونوا بلين مربع كده. تمام كده. طيب تاني حاجة، انا عندي 4 perspectives اقدر ابص بيهم للاوبجكت بتاعي، وهم الاوبجكت سبيس والورلد سبيس والكاميرا سبيس والسكرين سبيس. يعني ايه؟ يعني كل واحدة من دول معناها ان الاوبجكت بتاعي بيبقى ليه كذا اكس واي وزد. اول حاجة الاوبجكت سبيس. الاوبجكت سبيس هي الاوبجكت نفسه، الاكس والواي وزد اللي خارجين من السنتر بتاع الاوبجكت نفسه، اللي هم دول اكس وواي وزد. تمام، لو انا حركت على الاكس على الواي فهيتحرك على الواي بتاع الاوبجكت نفسه، والاكس هيتحرك على الاكس نفسه بتاع الاوبجكت نفسه. تمام، وهكذا اهو. تمام، دي الاكس بتاعت الورلد كله ودي الواي بتاعت الورلد كله. طيب يعني ايه بتاعت الورلد كله؟ دي بقى الورلد سبيس. تاني حاجة، تاني برسبكتيف، الورلد سبيس هي بقى الاكس والواي والزد بتوع الورلد نفسه اللي هما دول. شوف لو انا حركت دول الورلد نفسه هيتحرك، مش الاوبجكت. الاوبجكت ثابت اهو. تمام، وهو ثابت عند السنتر بتاع الاكس والواي والزد بتوع الورلد. طيب لو انا مثلا حركت، عايز اروتيت الاوبجكت ده على الزد بتاعته هو اللي هي بتاعت الاوبجكت سبيس، هعمل روتيت على الزد اهو. تمام اهو، تمام كده. طيب لو انا بقى حركت مكانه، سوري، لو انا حركت مكانه من السنتر وعايز اروتيت الاوبجكت ده على الاكس على الزد بتاعت الورلد نفسه، شوف الفرق بقى اهو، بيلف حوالين الزد بتاعت الورلد نفسه. هو بوضع ثابت، هو وضعه ثابت لكن بيلف حوالين زد الورلد. جميل. طيب تالت حاجة، الماتريسيز بضربها بعكس ترتيب اللي انا عايزه. يعني ايه بقى؟ ايه ماتريسيز ايه اصلا؟ طيب دلوقتي لو انا عايز معايا اوبجكت لي اكس وواي وزد، وعايز اعمل لهم روتيشن على الاكس، بعد كده روتيشن، بعد كده سوري ترانسليشن على الواي، لو احركه على الواي بعد كده ترانسليشن على الاكس بنفس الترتيب ده كده، فبعمل ايه؟ كل واحدة من دول بتبقى عبارة عن ماتريكس. واصلا الاكس والواي والزد بتوع الاوبجكت نفسه بيبقى عبارة عن فيكتور 4 × 1، اكس وواي وزد واخر 1 كده. وكل كل ترانسفورميشن من دول بيبقى عبارة عن ماتريكس. فدلوقتي انا عايز اعمل روتيشن، بعد كده ترانسليشن على الواي، بعد كده ترانسليشن على الاكس. اعمل ايه؟ اضرب الماتريسيز دي بعكس الترتيب اللي انا عايزه. يعني انا عايز ابدا من الروتيشن، لا انا هبدا بقى من الاخر، هضرب الترانسليشن على الاكس في اللي هي كروس برودكت الترانسليشن على الواي في الروتيشن على الاكس.
كده اهو، تمام كده، تمام. بعد كده الناتج خالص هضربه في الفيكتور بتاعي، بتاع الاوبجكت نفسه. جميل. نيجي بقى للفيرتكس. الفيرتكس علشان يطلع، طبعا الفيرتكس اللي هو الفيرتسيز بتاعت الاوبجكت يعني، عشان يطلع على الشاشة على السكرين بيمر برحلة كده لطيفة اللي قدامنا دي. اول حاجة الاوبجكت سبيس. الاوبجكت سبيس قلنا هي الداتا او الاكس والواي والزد بتوع الاوبجكت نفسه. انا عايز احول بقى الاكس والواي والزد بتوع الاوبجكت نفسه دول للاكس والواي والزد بتوع الورلد نفسه، الورلد سبيس. هقول الاوبجكت ده فين من الورلد نفسه. جميل. بعمل ايه؟ بضرب في حاجه اسمها المودل ماتريكس. طب ايه المودل ماتريكس دي اللي احنا لسه قايلين عنها، اللي هي ايه؟ اللي هي الكروس برودكت بتاع الترانسفورميشنز، او الترانسفورميشنز اللي حصلت للاوبجكت. تمام. يبقى الحاجات دي كده الترانسفورميشنز دي الكروس برودكت بتاعها بيطلع لي الموديل ماتريكس. جميل. طيب حلو، بضرب الموديل ماتريكس في الاوبجكت سبيس بيطلع لي الورلد سبيس. عايز بقى احول الورلد سبيس ده، اقول الورلد ده فين من الكاميرا، الكاميرا سبيس. فبعمل ايه؟ بضرب في الفيو ماتريكس. ايه الفيو ماتريكس دي؟ انجلها كمان شويه. طيب انا عايز بقى احول من الكاميرا سبيس للسكرين سبيس اللي هو الكاميرا بقى اللي موجود في الكاميرا ده هيترسم ازاي، هو وهو 3D هيترسم ازاي على شاشه 2D. بس فبعمل ايه؟ فبضربه في الماتريكس اللي اسمها بروجكشن ماتريكس. هنشوف الاتنين دول دلوقتي. كل ده قلناه عن الموديل ماتريكس. نيجي للفيو ماتريكس. الفيو ماتريكس لازم نخلي بالنا من حاجة علشان نفهم الفيو ماتريكس. دلوقتي لو انا مثلا معايا السين بتاعي، السين بتاعي اهو، دي الكاميرا بتاعتي، والسين بتاعي عبارة عن مثلث اهو، ودي الاكس والواي والزد بتوع الورلد. تمام. انا عايز اروتيت الكاميرا 30 درجة مثلا يمين. حلو. لو انا عايز اروتيت الكاميرا دي 30 درجة يمين، فمعناه معنى كده ان انا هعمل روتيشن للورلد كله 30 درجة شمال. فهيبقى الفيو عندي عامل كده اهو، الكاميرا ايه، فالمثلث هيبقى هيتقلب كده 30 درجة شمال، والولد كله هيبقى 30 درجة شمال. طيب تمام اهو. اوكي. فهو هنا بيقول الكلام ده، الكلام ده كله احنا قلناه دلوقتي. طيب البروجكشن ماتريكس، انا عايز بقى احول السين بتاعي او الاوبجكت بتاعي الولد بتاعي كله من 3D، هرسمه بقى على الشاشة ال 2D بحيث ان هو يظهر 3D. في two types لل projection matrix، حاجة اسمها orthographic وحاجة اسمها perspective. orthographic projection و perspective projection. بيقول لك ايه، you should have known how the view and projection matrices. اوكي سوري. ماشي. يعني اللي حضر الليكتشر بقى، طبعا انا ما حضرتهاش. المهم الرسمه دي بتوضح كويس، يعني بتوضح حلو قوي البرسبكتيف والاورثوجرافيك. البرسبكتيف فيو بيقول لك ان الكاميرا بتكون خارجه من نقطه واحده. لو حد فيكم يعني، لو حد بيتفرج عارف في الرسم وعارف يعني ايه نقطه هروب، هي بالظبط نقطه الهروب دي. ان الكاميرا ليها اربع زوايا او اربع خطوط خارجين من نقطه واحده، فبيبان الاوبجكت القريب بيبان كبير والاوبجكت البعيد بيبان صغير كده اهو. لكن الاورثوجرافيك كأن الكاميرا هي اربع خطوط متوازيه، الزوايا بتاعتها اربع خطوط متوازيه، فالقريب بيبان بحجمه الطبيعي والبعيد بيبان برضه بحجمه الطبيعي. عشان نفهم دي تبقى واقعيه اكتر ممكن نجيبها من هنا.
لو قلنا مثلا هنجيب سفير كورة، تمام، وهناخد كرة تانية، كرة تانية اهي، دي قريبة ودي بعيدة، جميل. لو جينا بصينا لها من هنا اهو، انا كده ايه، اورثوجرافيك، سوري، برسبكتيف فيو، اهو يوزر برسبكتيف، يعني اللي هي برسبكتيف فيو. طيب لو انا خليتها دلوقتي اورثوجرافيك، اهو بقت اورثوجرافيك، بقت بنفس حجم الكرة الطبيعية، القريب زي البعيد، مش فارقة، تمام. ان شاء الله تكون وضحت يعني.